يا ترى ازاي بنعمل تطريز على الاصواف او القطع اللي احنا بنشتغلها بايدينا وعايزين نعمل لها اهداء بسيط كتطريز حسب الطلب. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنطرز على الصوف او القطع الهاند ميد اللي احنا بنشتغلها. ايه بقى الفكرة وليه احنا احيانا العميل بيطلب مننا ان احنا نعمل قطعة وفي الوقت نفسه هم عايزين يهدوها لحد معين، فبنحط عليها زي تطريز. التطريز طبعا بيكون يدوي وممكن جدا ان هو يكون ماكينة، وهيكون اسرع واسهل لو انت عندك ماكينة او العميل نفسه عايز التطريز يكون على ماكينة، لان في بعض العملاء ما بيحبوش تطريز الماكينات يكون على القطعة، بيبقوا عايزينها بس من قدام، من الظهر ما يكونش باين حاجة. يلا بينا نعرف ايه الاساسيات وازاي نشتغل تطريز على ماتريال شبيه بالماتريال ده. اول حاجة هي الادوات، والادوات بتكون بسيطة جدا. بستخدم المقص بتاعي، وممكن تستخدمي خيط تطريز يكون زي كده او خيط التطريز ده، ودول موجودين في مصر بكمية، ولكن النوعية دي من الخيوط بتكون مميزة قوي وحلوة جدا. في بعض الصفحات على الفيسبوك بتبيع الحاجات دي، وفي مواقع دلوقتي فتحت لحاجات الهاند ميد بتبيع كل حاجة تقريبا، وكمان الإبر، وكلمكم عنها إن شاء الله في فيديو مشتريات جديدة، هتعرفوا التفاصيل الخاصة بيها وإيه اللي تشتروا منها وإيه اللي ملوش لازمة نشتري. تاني حاجة غير الأدوات هي القطعة اللي أنا هعمل عليها التطريز نفسه. أولا لازم تكون القطعة مش مفتحة قوي، وتكون غرز شوية قريبة من بعضها علشان أقدر أطلع شكل نسيج او تطريز يكون شكله حلو برضه. طبعا مش خبيرة في التطريز ولا حاجة، ولكن هي اساسيات يعني منطقية اكتر منها كمان خاصة بالتطريز. يعني نسيج زي ده، طبعا دي غرزة انتوا لسه ما اخدتوهاش، ان شاء الله تاخدوها قريبا. شايفين شكلها صعب ان انا اعمل فيها تطريز، تمام. بلوفر زي اللي انا لابساه ده مخرم برضو، يعني في صعوبة شوية ان انا اعمل فيه تطريز. غرزة زي الغرزة العدلة او المقلوبة اقدر اعمل فيها تطريز. كمان انه استخدم لون شبيه بلون القطعة اللي انا شغالة عليها شوية مش محبب قوي، الا لو كان موضوع الرسمة او اللون ده مثلا يكون موجود في الباترون وموجود في القطعة، او انه انا مش عايزة ابرز التطريز بتاعي، عايزة بس يكون مجرد شكل لما اجي ادقق قوي قوي اشوف شكل الرسمة دي. دي حاجات بيزك قوي واساسيه جدا. استخدم معاكم الابره دي، الابره ابره التطريز. طبعا اتكلمنا شويه بسيطه عن التطريز والتفاصيل بتاعته، بس سبت لكم فيديو البنوته كده كان على الانستا، اعملوا فولو على الانستا، واي سؤال انا بجاوبكم عليه سريع لو هو مش محتاج فيديو، لو محتاج فيديو بعمل لكم فيديو وبوريكم الطريقه والتفاصيل. مش كل التطريز اللي بندمج فيه الخيط، احيانا بندمج الخيط واحيانا بنسيبه قطعة كده لوحدها، هو ده مش احسن حاجة يعني، ولكن بيقضي الغرض. انواع كثيرة من خيوط التطريز ممكن تستخدميها، ولكن في بعض الانواع بتكون سيئة فابعدي عنها. غير كده احيانا بنحتاج طارة التطريز، ولكن بما اننا هنطرز على حاجة هي صوف فاحنا شوية بيبقى عندنا قلق. هطرز لكم على البلوفر ده، كلمتكم من قبل عن الغرزة العدلة وانه احيانا الرول ده بيتعمل قصد، صح؟ اهو. طبعا لما يكون عندي حاجة زي كده بعمل لها حاجة اسمها الماتريس ستيتش، مش بعمل لها تطريز، فاهمني؟ والماتريس ستيتش دي حاجة بتخليني اخد الغرز اللي واقعة دي واصلحها بنفس لون الخيط او بلون مختلف، ولكن مش بعمل لها تطريز. كمان ممكن اجيب اداة التعشيق واثبتها هنا كده وابتدي اشتغل شكل مختلف خالص على البلوفر ده، فيطلع شكله تحفة واقول ساعتها يا ريته باظ من زمان. في حاجات كتيرة بتتعمل في شغل الأصواف. البلوفر ده عامة يعني تحفة، بصوا متقفل خارجي، وهو في الحقيقة اهو يعني ده شكل الكولا بتاعه كمان مبروم. اليد برضو نفس الطريقة اهو مبرومة كده، الا الديل بس هو اللي سليم يعني قطعة واحدة. فهجيب البلوفر ده وهوريكم على قطعة صغيرة منه ازاي هطرز عليه. هو صوف كل حاجة، اقدر اطرز على غرزة النسيج، كان الطلب ان انا اطرز عليها اساسا، اول غرزة. لو عاوز اعمل وردة او حاجة اهو بدخل كده،
تمام عشان اثبت دي، بدخل تاني ويفضل ان انا ارجع في نفس المكان واسحب. شايفين ايدي قد ايه خفيفة مع الغرز. تمام، طبعا ممكن اجيب الخيط بالطريقة دي ببساطة شديدة وبالراحة خالص، مش بعمل وادقق بزيادة. طبعا غير كده بصوا دي هتطلع لوحدها، فلازم ادخل تاني في مكان قريب، وانا بدخل برجع تاني للنقطة او قلب الوردة. وعشان اعمل هنا اجيب باقي الخيط، بصوا اقعد الف على الابرة كده لفتين تلاتة اربعة على حسب، بدخل في النص اوكي، واطلع الخيط من هنا واسحب، وطبعا بيكون بالراحة خالص بالشكل ده. ممكن اعمل بقى كذا واحدة، وقبل ما بقص بثبت الخيط، يفضل ان انا اثبته في القطعة ما ثبتوش في النسيج عشان ممكن يقطع مني. نعمل عقدة او كده وبعدين نقص الخيط. ده الخيط وهو كده مفرط مش مدموج. طبعا يفضل ان احنا نكون راسمين الوردة من قبل عشان تطلع متقنة والبتلات بتاعتها قريبة من بعضها بشكل يعني افضل من كده بكتير. طبعا ممكن بقى ايه انها خياط عادية بس ايه قريبة من بعضها كده. ارجع تاني، طبعا النسيج هو اللي بيمشيني مش زي التطريز الطبيعي يعني. اهو عملت خط خفيف خالص، مع البتلة اجي هنا واعمل الوردة الفرنسية او الفرنش نوت. وطبعا لو عايز اطرس حرف او حاجة فبحاول ان انا اخد الاول ارسم طبعا الحرف، واخد خطوط عريضة في القطعة بتاعتي بالفتلة. تمام، وارجع بعدين اطرز عليها اللي انا عاوزاه اهو يعني، شايفين. طبعا بعدها بدمج الخيط وبدخل. ممكن ان انا اعمل القطعة دي مثلا بعد ما حددتها كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، اعمل فرنش نوت اللي هي العقدة الفرنسية مثلا، ادخل اعمل القطعة كلها. ممكن ان ادخل وافضل بقى ايه انسج الحرف بتاعي. وطبعا انا معرفش اسامي غرز عشان اكون واضحة معاكم، انا بشتغل على حسب القطعة اللي انا بشوفها يعني. عجبتني دي بروح على يوتيوب واشوف النظام، لان انا مش محترفة تطريز. ممكن افضل امسجها كده، ودي الحاجات البيزك يا جماعة في التطريز يعني، اللي ما يعرفش تطريز هو عارف ان الحاجات دي هي الحاجات البيزك. تمام، شايفين بدأت تبرز ازاي. انتي بس يعني ايه روحي على الفيديوهات الناس اللي هم شغلهم كله تطريز، ابتدي اتعلمي غرزة معينة تمام، وبعدين ابتدي اشتغلي على الصوف، هتبتدي معاكي الغرز تبقى اوضح اسهل. مشكلة الصوف الوحيدة ان هو بيكون رخو شوية، فالشغل عليه بيكون مش بالبساطة الشديدة. عشان تخليه بسيط هاتي قطعة فازلين او ورق الهدايا وابتدي اشتغلي وهي في الظهر، بحيث ان انت تلاقي حاجة تدمجيها، وبعدين ابقى قص الزيادة. شايفين، عشان بس تعرفوا ان احيانا مش بيكون فعال يعني. انا دلوقتي حبيت افر اهو، شفت قصدي. لو حبيت ان انا ارسم رسم يعني، بصوا يعني الغرزة احيانا بتروح منك في حتة تانية خالص يعني. ده كل انت تقدري تعمليه مع الصوف، ان انت تفضلي كده رايحة جاية كده في غرز بسيطة سهلة، خطوط عرض طول حاجة زي كده مش هتكون واو، حاجة زي كده هتكون بارزة قوي، حاجة زي كده هتكون منقوشة وباينة. ولكن استخدمي الوان صريحة، الوان يعني اوفر كده عشان تبان معاكي، بالذات لو قطعة فاتحة زي كده. الحرف اللي انا طرسته قبل كده كنت مسكت الخيط زي ما انتوا شايفين كده، فضلت اعمل كده على الابرة كمية رهيبة. تمام اهو،
وبعدين بصوا طلعته من قلب الخيط. خدوا بالكم انا ما اعرفش اسم الغرزه. اوكي، بعدين شايفين هنا كده، وطلعت على الحته اللي انا هعملها جديده. برضو نفس النظام، قعدت اعمل الف كده كتير 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 كده على الابرة، بعدين طلعت. طبعا بصوا ما تحاولوش تكونوا بعاد لان الغرزة نفسها هتبعد منكم. اوكي اهو، رحت برضو على الحرف تاني. انا كده برسم الحرف فعليا، وبرضو كده، بس خليني قريبة من النسيج اهو عشان طبعا الفتلة ما تشدش مني جامد. طبعا كحرف بسيط ما ابتديتش ان انا افور قوي، والطريقة دي بتنفع معايا والطريقة دي برضو الطريقة دي، لكن ان انا انسج نسيج كامل لا. ممكن ان انت تجيبي قماشة حطيها وتنسجي عليها، يعني من الصوف للقماش الاتنين مع بعض هيكونوا ماتيريال متين وكويس، ولكن هي كده لوحدها. اديكم شفتوا النتيجة عاملة ازاي. طبعا ممكن ارسم بالعقدة الفرنسية، بس ممكن ارسم بغرز مختلفة واحدة بس وانت بتنسجي على الصوف، ان هو بيكون مرن ورخ واكتر من اللازم، ومش هينفع تشد على اطار التطريز ويبقى مفتوح قوي كده، لما تيجي النسيج يضم تاني هتحسي ان الغرزة عجيبة. اكتر حاجه نفعت معايا ونسجت بيها حروف كتيره. طبعا بنسج حرف بس، انت عايز تنسجي كلمه كامله هيكون المدى شويه كبير، انت ومزاجك. او استخدمي ماكينه تطريز، التطريز اليدوي زي ما انتم شايفين بسيط سيمبل قوي. لو الغرزه سميكه حاولي ان هي ما تبرسي في الظهر الخاص بالغرزه، هيكون اشيك واحلى. بكده اكون خلصت فيديو النهاردة، ويا رب اكون قدرت ان انا اجاوب على السؤال واوضح الفكرة اكتر منها كمعلومة. المعلومة الخالصة خدوها من فيديوهات التطريز، هتستفيدوا اكتر منهم في موضوع الغرز. نفذوها بس على الصوف، حطوا قطعة فازلين، قماشة، اي قطعة تانية تحت نسيج الصوف، وطرزوا الاتنين مع بعض، او خليكي ايدك خفيفة خالص وطرزي على الصوف بالاسلوب اللي انت شايفاه ده. بس خلاص كده نكون خلصت النهاردة. لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. مع السلامة، باي.